بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. لا نزال ضمن قصة آلام المفاصل، ولا تزال أيضا الأسئلة تتوارد في هذا الموضوع في زوايا مختلفة. ولعل من أبرز هذه الأسئلة أننا تناولنا الكالسيوم وتناولنا الوصفات وتناولنا الفيتامين دال وأخذنا الكيتو أيضا، ولكن المشكلة لا تزال قائمة. قد خفت بعض الشيء، ولكن الآلام هي الآلام والأوجاع هي الأوجاع، فيا ترى ما هو السبب وراء ذلك؟ بالطبع منظومة العظام منظومة أشبهها بالشبكة العنكبوتية، بمعنى أن هناك أساسيات ولكن هناك أيضا مكملات لهذه الأساسيات. اليوم نتحدث على واحدة من هذه المكملات، العناصر الهامة تلعب دور مهم في تشبيك وتوصيل هذه العناصر الأساسية مع بعضها البعض، وأقصد بالأساسية ابتداء بالبنية التحتية التي ذكرناها سابقا، الكولاجين وفوسفات الكالسيوم، مرورا بالفيتامين دال والكيتو والكالسيوم والمغنيسيوم. أيضا موضوعنا اليوم عن النحاس، هذا المعدن الرائع جدا الهام جدا، وله دور في أكثر من جهاز. النحاس يلعب دور في الجهاز الهضمي، النحاس يلعب دور أيضا في الجهاز العصبي، وأيضا النحاس يلعب دور في بنية العظام، وهو المسؤول على عدم ارتشاف العظام، وهي واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها لا سيما كبار السن. إذن نحن الآن أمام عنصر في غاية من الأهمية، هو سيجيب على واحدة من هذه الأسئلة: لماذا الأعصاب على وجه التحديد لا تزال تؤلمني، وهناك ألام في هذه الأعصاب في القدم أو في الرجل، بطة الرجل، أو في أعلى الرجل، أو في آلام أسفل الظهر مثلا. جميع هذه الشبكة العصبية التي تؤثر أو التي تؤلم في هذه اللحظات، واحدة من معالم أسباب هذا الألم هو النحاس. النحاس يلعب دور في تحقيق إنزيم، هو معامل قوي مساعد لهذه الإنزيمات، قد يكون واحد من أهمهم اليوم في منظومة العظام التي نحن بصددها، هو إنزيم يسمى السوبر أكسايد ديسموتيز. وهذا الإنزيم طبعا سيؤمن منظومة عدم ارتشاف العظام، بمعنى عدم خروج المعادن الرئيسية وتحديدا الكالسيوم من هذه العظام، حتى يؤمن لها البنية المطلوبة. إذن هذا له معنى آخر أيضا، أن هذا النحاس سوف يلعب دور كمضاد للأكسدة، وهذا شيء جميل، أن جميع الخلايا والأنسجة المحيطة سوف تكون إن شاء الله جيدة ويعيد بنيتها ويمنع تهتكها، وهذا الشيء الأهم. والنحاس أيضا يؤمن ظاهرة في غاية من الأهمية، وهي ظاهرة عدم تكسر العظام أو ما يعرف بالأوستيوكلاست. إذن النحاس أصبح عنصر هام جدا في هذه المنظومة، وكما ذكرت
في جميع الأعمار لا سيما في كبار السن. حتى يقوم النحاس بهذه الوظائف الجميلة هناك شرط، أن يكون هناك زنك متوفر هذا العنصر، فالنحاس دائما يعني يحب أن يعمل مع بوجود الزنك. إن تواجد الزنك نجد أن هذه المنظومة التي تكلمت عنها تحصل بإيش؟ بارتياح. لهذا السبب أن شوفوا كيف العناصر كلها مرتبطة مع بعض. هذه المنظومة الغذائية التي دوما نتكلم عنها، لماذا دائما أقول نوع ولون؟ شفتوا كيف بتيجي؟ لما ننوع ونلون دائما بضمن أني أخذ دوما هذه العناصر البسيطة واللي هي بدها تكون أساس في 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 عملية الاستشفاء وتقليل الآلام. وموضوع زي موضوعنا اليوم النحاس، يعني شوف كيف مترابط كله مع كله عشان يمنع هذه العملية الكبرى وهي ارتشاف العظام. طيب أين نجد هذا النحاس؟ لو نشوف إحنا مصادر النحاس بنعرف كيف هو بحب الزنك. مصادر النحاس الرئيسية ثمار البحر، ومصادر الزنك الرئيسية كما تعلمون ثمار البحر. شفتوا كيف التوافق إجا؟ يعني حتى المصادر، وهي رحمة ربانية وهبة ربانية، أن تكون أيضا متناغمة مع بعضها البعض. يعني ما راح أتعب في إيجاد مصادر، فمصدر النحاس بجده أيضا متواجد في الزنك، التنين بيعملوا مع بعض بيشتغلوا مع بعض. من المصادر الأخرى لدينا المكسرات، وأخص بالذكر اللوز، عين الجمل، والكاجو. هذول الثلاثة بدي أعتبرهم مثلث في المكسرات الغنية بالنحاس، أو كمصدر ممكن أعتمد عليه في النحاس. بالطبع هذه المكسرات كلما كانت نيئة فهي الأفضل. من مصادر النحاس أيضا المتميزة هو المشروم أو الفطر. فتناولنا للفطر وشوربة الفطر وسلطة الفطر كما شئتم هي مصدر جيد للنحاس. وأيضا بالمشروم والفطر نجد نسبة قليلة من الزنك، وبالتالي أيضا هنا لدي تناغم. من المصادر الجميلة للنحاس أيضا هي السبايرولينا. تحدثنا في فيديو سابق عن هذا الطحلب الجميل، الطحالب الزرقاء المخضرة السبايرولينا وما لها من أهمية، واليوم هي متواجدة على هيئة أقراص، وبالتالي بإمكاننا نتناولها على هيئة مكمل غذائي ونستفيد من فوائد كثيرة في السبايرولينا من ضمنها النحاس. وأذكر بأهم صفة موجودة بالسبايرولينا تم ذكرها في حينه، وهي تغذية الأنسجة والخلايا بالأكسجين، وهذا شيء جميل جدا. بذور الشيا كذلك هي مصدر من مصادر النحاس أيضا. بذور السمسم أيضا هي غنية بالنحاس. إذا أردنا أن نعمل الآن وصفة للنحاس، وصفة تغذوية غنية في هذا النحاس، ونأخذ أكيد بعين الاعتبار الزنك أيضا، لا أجد أفضل من طبق الجمبري. يعني في بعض البلاد بيعملوا ما يعرف بزبدية الجمبري، طبق الفخار، تسمى الزبدية فخارة، ويوضع بها الجمبري وتغطى ببذور السمسم، وممكن أن نضيف إليها
أيضا بذور الشيا كذلك. فهذا المصدر أولا لديه مصدر بحري وغني بالنحاس والزنك، بذور السمسم كذلك غنية بالنحاس، بذور الشيا غنية بالنحاس وأيضا بالزنك، وممكن أن يكون هناك خليط من المكسرات المفرومة جيدا ناعمة من الجوز واللوز والكاجو مع بعضهم البعض، نفرمهم كده في مطحنة مع بعض ونرش على وجه الزبدية أو فخارة الجمبري، نحصل هنا على طبق كامل متكامل غني بهذه المنظومة من النحاس والزنك. الآن كما نقول يد واحدة لا تصفق، اليد الأخرى ذكرناها سابقا، الفيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم والكيتو وكل هذه العوامل والنواقل متوفرة فتكتمل الشبكة، وإن شاء الله يكون فيها العفو والعافية دوما والاستفادة وتخفيف الآلام، لا سيما آلام الأعصاب المصاحبة لآلام العظام. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.